ومن هنا تجدون يوما بعد يوم مع الأسف الشديد أن الشقة بدأت ماذا؟ تزداد بين المسلمين، وأن الفرقة بدأت تأخذ مأخذها، حتى تبدلت المحبة والمودة والأخوة بين المسلمين إلى ماذا؟ إلى الكراهية والبغض والقتل وفتاوى التكفير والإقصاء وإلى غير ذلك. ولا أستثني طبعا، ولكن كما قلت مرارا بحمد الله تعالى أن هذه الفتاوى التي تصدر من الجانب الشيعي بحمد الله تعالى لا تصدر من علماء مدرسة أهل البيت، وإنما هم مجموعة من الصبية الذين نسمعهم على هذه الفضائية أو تلك من الفضائيات التي تنتسب إلى أهل البيت، واقعا مجموعة من صبية لا يفهمون من الدين شيئا. لا أريد أن أقول أنهم ألعوبة بيد هذا أو ذاك ومرتبطين بهذه الجهة أو ذاك، هذه أمور مرتبطة بالنوايا، ولكنه ليس لي إلا أن أقول عنهم صبية من الناحية العلمية، لا يفهمون من الدين والقرآن والحديث شيئا. ولهذا أنتم لا تجدون مثل هذه الدعوات، دعوات التكفير والإقصاء من كبار علماء ماذا؟ مدرسة أهل البيت المعاصرين، سواء على مستوى علماء النجف أو على مستوى علماء إيران وقم وغيرها وغيرها. نعم، في الطرف الآخر ماذا؟ لا، مع الأسف الشديد نجد أن فتاوى التكفير تصدر من هنا وهناك، ومن وجوه معروفة، ومن أشخاص لعله لهم تاريخ 50-60 سنة في الدعوة والتأليف وغير ذلك. إذن